وهو الابن الروح القدس الاله واحد امين. في هذه الايام نتذكر كيف ان المسيح حمل خطايانا، وبولس الرسول يقول فلنخرج اليه خارج المحله حاملين عاره. عايزين نفكر ازاي الانسان يحمل خطايا نفسه وازاي يحمل عاره. المسيح حمل عارنا، فعلى الاقل نحمل عار انفسنا. عايزين نشوف ازاي الانسان يحمل عار نفسه، ازاي الانسان يحمل عار نفسه وازاي يحمل خطايانا. الشيء الاول ان احنا لازم نعرف خطايانا. في ناس كتير بيغلطوا وما يعرفوش خطاياهم. مش ممكن انسان يتوب عن خطيه وهو لا يعرف ما هي هذه الخطيه. لازم نعرف خطايانا، وعندما نعرف خطايانا لازم نعرف ايضا مقدار ثقل هذه الخطايا، مقدار ثقل هذه الخطايا ومقدار عمقها ومقدار بشاعتها. داود النبي أخطأ ولم يعرف أنه أخطأ. أو على الأقل في دوامة الخطية لم يحس بها. احتاج إلى ناسان لكي يشرح له كيف أنه أخطأ ومقدار خطيته. أيوب لم يكن يعرف مقدار خطيته ولا نوع خطيته حتى. ده كان بيقول لربنا عرفني اسمي، عرفني خطيتي، أنا مش عارف. ما كانش حاسس إنه غلطان. علشان الواحد يتوب لازم يحس إنه غلطان، لازم يشعر بالخطية، لازم يعرف خطيته. دي أول نقطة، لازم يعرف خطيته. في خطايا الإنسان ما يعرفهاش نتيجة الجهل، كل شوية ربنا يفتح ذهنه لكي يعرف كم هو خاطئ. على رأي واحد من القديسين قال إن الله لا يكشف لنا خطايانا مرة واحدة لئلا نقع في اليأس وقطع الرجاء، إنما يكشفها لنا بالتدريج شيئا فشيئا رحمة بنا. الإنسان بيعرف إنه خاطئ كل ما يقرأ في الكتب، كل ما يقرأ في سير القديسين، في الكتب الروحية، في وصايا الله، في الكتاب المقدس، تتكشف له خطاياه، يبتدي يعرف انه غلطان. في حاجات جايز ما كانش واخد باله منها يبتدي ياخد باله منها من اول دلوقتي. في حاجات ما كانش بياخد باله منها، كان بيعملها بجهل بلا معرفة، بيبتدي يعرف. الانسان بيعرف خطيته ايضا بواسطة المرشدين الروحيين واباء الاعتراف وبواسطة الوعظ والرعاية والكرازة. يعرف إما من الكتب لإما من الناس أو من ضميره. كلما يصير ضميره حساسا أكثر كلما يعرف أكثر. نحن عندما نندم على خطايانا إنما نندم على الخطايا التي نعرفها فقط، وهناك خطايا أخرى نحتاج أن نندم عليها بعد أن نعرفها في المستقبل، لسه بدري. أيضا كلما نعرف المثاليات والدرجات العليا في الفضيلة كلما نحس بخطايانا. جايز فضائلنا
غاية فضائلنا التي نفتخر بها الآن نبكي عليها فيما بعد حينما نشعر بضآلتها وتفاهتها وقلة قيمتها. فكم بالأول الخطايا؟ عندما نعرف الخطية ينبغي أن نعرف أيضا ثقل الخطية. ثقل الخطية جايز نعرف الخطية وما نعرفش ثقلها. ثقل الخطية نعرفها من ناحيتين، حاجة بصفة عامة وحاجة بصفة خاصة. بصفة عامة الخطية ليست مجرد شر، الخطية ليست مجرد عصيان لله، الخطية تمرد على الله وثورة على الله. الخطية تمرد على الله وثورة على الله وتكبر على الله نفسه. الخطية نجاسة، الخطية موت، حالة موت للروح. الخطية هي فصل للإنسان عن الله وفصل الإنسان عن الملائكة وعن القديسين وعن عمل الروح القدس. إنسان بيبعد عن دائرة الله، بيتغرب عن الله، بيبعد عن دائرة الله، بيتغرب عن الله، بيخاصم الله. الخطية هي مخاصمة لله. دي الخطية بوكن عام، لكن الخطية بوكن خاص نوع الخطية اللي الواحد بيعترفها لازم يعرف بالضبط هي ايه ومقدار عمقها. داود لما عرف عمق خطيته كان له عمق في التوبة أيضا. سطحية الخطية بتخلي فيه سطحية في التوبة، وعمق الخطية بيخلي فيه عمق في التوبة. علشان الإنسان يتوب، علشان الإنسان يحمل خطاياه، لا بد أن يعرف ما هي هذه الخطايا. ثانيا، معرفة الخطايا من امرأة. ثانيا، لا بد أن الإنسان يعترف بأنه أخطأ، يعترف بأنه أخطأ. ولا أقصد بالاعتراف مجرد الاعتراف على الكاهن، إنما أقصد أمورا كثيرة. أقصد أولا أن يعترف الإنسان بينه وبين نفسه في أعماقه من الداخل أنه قد أخطأ، يحس أنه غلطان. إذا لم يعترف في داخله لا يمكن يعترف على الكاهن، لازم يشعر أنه غلطان. لما يشعر أنه غلطان هيعترف بينه وبين نفسه أنه أخطأ، وهيعترف على الله أنه أخطأ، وهيعترف على الناس اللي غلط فيهم أنه غلط فيهم، وهيعترف على الكاهن أنه أخطأ. يعترف كل دول، بس لازم يحس في نفسه من جوه أنه أخطأ. لكي يعترف الإنسان في داخله أنه أخطأ يحتاج إلى أمرين رئيسيين، يحتاج إلى أمرين رئيسيين. واحد منهم أنه يبعد عن البر الذاتي، واحد منهم أنه يبعد عن البر الذاتي، والثاني يبعد عن الأعذار التي يلتمسها لنفسه. يبعد عن البر الذاتي ويبعد عن الأعذار التي يلتمسها لنفسه. كثير من الناس يلفون خطاياهم في الأعذار أو يغطون خطاياهم بالأعذار أو يحاولون أن يهربوا، يحاولون أن يهربوا من مسؤولية خطاياهم
بالأعذار، ومن بحث عن عذر وجده. آدم وحواء أراد أن يغطي الخطية بالأعذار. آدم اعتذر بأن المرأة أعطته، والمرأة اعتذرت بأن الحية أهوتها. أعذار، لف الخطية بالأعذار. حتى الإنسان الذي دفن الوزن في التراب وجد لنفسه عذرا، ولو أنه يشتم ربنا. قال له: عرفت أنك إنسان ظالم تحصد من غير ما تزرع، فدفنتها في التراب. أعذار. الذين رفضوا دعوة المسيح اعتذروا، قدموا أعذار. واحد قال أنا عندي زوجة، واحد قال أنا عندي زوجي بطل، واحد قال أنا عندي مش عارف إيه ولا إيه. أعذار. ما أسهل أن يعتذر إنسان. في إنسان يعتذر بضعفه، ضعفه الخاص، إنسان يعتذر بضعف الطبيعة البشرية عموما، إنسان يعتذر بالحروب الخارجية وشدتها، إنسان يعتذر إن غصب عنه ما خدش باله، إنسان يعتذر بالنسيان، إنسان يلزق الخطية في ربنا، إنسان يلزق الخطية في آباء الاعتراف، يقول ما اهتموش بيا، ما خدوش بالهم مني، كما لو كان أب الاعتراف ده لازم يشيله على كتفه ويمشي بيه. كل واحد عايز يعتذر وبس، كل واحد عايز يعتذر. الإنسان الذي يعتذر يريد أن يغطي خطيته ولا يريد أن يعالجها. في إنسان يعتذر بأنه كان فريسة لغيره، وربما غيره اللي كان فريسة ليه. ما يصحش أبدا واحد يعتذر على خطيته. الإنسان اللي عايز يتوب، الذي يريد أن يحمل عاره، زي ما قال بولس الرسول: نخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره. الذي يريد أن يحمل عاره لا يعتذر، لا يعتذر، يقول أنا غلطان، يستد كل فم، يستد كل فم، يقول له: يا رب عذري عن الخطية هو خطية أخرى، هو خطية أخرى. لأن الكتاب بيقول: أنت بلا عذر أيها الإنسان، أنت بلا عذر. إذا أتيت بالأعذار سوف لا تحمل عارك. تريد أن تحمل عارك للأعذار. كثيرون يخطئون ويريدون أن يهربوا من مسؤولية خطيتهم. كثيرون يخطئون ويريدون أن يهربوا من مسؤولية خطيتهم بالأعذار، بالأعذار. والبعض يغلط ويريد أن يتخلص من مسؤولية خطيته بأنه لا تطاول على رحمة الله. أمال فين يا رب رحمتك؟ أمال فين يا رب غفرانك؟ أمال يعني إيه أنت الراعي الصالح؟ ويعني إيه أنت أب حنين؟ ويبتدي يسب في ربنا علشان يطلع هو بريء. وهل حنو الأب معناها ان الانسان يلخبط؟ طبعا لا. ناس عايزين يتخلصوا من خطاياهم وبس. ينبغي ان الانسان يحمل عاره، يقول انا اخطأ. الابن الضال حمل عاره، قال له: اخطأت يا ابتاه الى السماوات وقدامك، ولست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا، أنا أحمل عارك، لست مستحق.
أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك، أحمل عاري أمامك وأقف أمامك كمذنب. أقف أمامك كمذنب. اللص اليمين حمل عاري، حمل عاري، قال لزميله: نحن بعدل جوزينا، نحن بعدل جوزينا، أما هذا فلم يفعل شيء يستحق عليه اللي هو فيه. نحن بعدل جوزينا، حمل عاره، قال أنا غلطان واستحق الحكاية دي، أنا غلطان واستحق. يحمل عاره. ينبغي أن الإنسان لا يهرب من مسؤولية خطيته، يجابه الخطية ويحمل عارها أمام الله ويعترف بها وبعارها ويطلب الرحمة والغفران. مفيش أعذار، الأعذار زي ورق التين اللي آدم بيغطي به الخطية، مش بيعالجها، بيغطيها، ورق تين. عشان كده ربنا نزع منهم ورق التين، وعشان كده لعن المسيح شجرة التين اللي مليانة ورق. ينبغي ان الانسان يعرف خطيته وينبغي ان يعترف به. العقبة اللي بتقف في سبيل الاعتراف، الاعتراف بالخطية ايه؟ الاعذار. على ان حالة الاعذار أخف بكثير من حالة البر الذاتي. الأعذار معناها إن إنسان عارف إنه غلط بس بيجيب عذر، والبر الذاتي إنسان يشعر أنه بار، يشعر أنه بار، جايز غيره اللي غلط لكن هو ما غلطش، بيشعر انه بار، بار في عيني نفسه. في قصة ايوب الصديق في اول الاصحاح 32 من سفر ايوب، بعد ما يئس اصحاح ايوب الثلاثة من اقناعه بخطيته، بيقول الكتاب ايه؟ فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة ايوب لكونه بارا في عيني نفسه، فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة ايوب لكونه بارا في عيني نفسه. اكتر حاجة تمنع الإنسان من أن يحمل عاره أن يكون باراً في عيني نفسه. اللي بيعتذر أحسن منه، اللي بيعتذر عارف أن فيه خطية وبيغطيه، لكن ده مش عارف أن فيه، بار في عيني نفسه. البر الذاتي. لهذا قال المسيح إنه لم يأتي ليدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة، لم يأتي ليدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. يقصد إيه بالأبرار؟ هؤلاء الأبرار في عين أنفسهم، ده مش محتاج للمسيح البر. كثير من الناس الذين عندهم بر ذاتي لكي يعترفوا بخطيتهم يدخلون في نقاش وفي جدال وفي شوشرة وفي تعب لكي يتحطم هذا البر الذاتي. يعني ايه البر الذاتي ده؟ يعني الانسان نفسه جميلة في عينيه، نفسه جميلة في عينيه، والخطية عار، ولا يريد أن يبدو حاملا هذا العار، ده شيء يتعبه، شيء يتعبه
يحط الجمال نفسه في نظره، يشعر بأن نفسه ليست كما ينبغي، وهو عايز نفسه تبقى جميلة في عينيه، فيكون بارا في عيني نفسه. إنسان بار في عيني نفسه. لكي نحمل عارنا، أولا نعرف خطيتنا، ثانيا نعترف بهذه الخطية في داخلنا ومن الخارج، ثالثا نندم على الخطية، نندم ونعطي الخطية حقها من الانسحاق ومن التذلل ومن الألم. لازم الإنسان الذي يخطئ يتألم بسبب خطيته، لازم. لا تترك خطيتك لآلام المسيح فقط، لا تترك خطيتك لآلام المسيح فقط. صحيح هو تألم عن خطايانا، صحيح هو تألم إيه؟ عن خطايانا، ولكن بولس الرسول يقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. يعني إيه شركة آلامه؟ يعني لازم أنا أشترك مع المسيح في الألم، لازم أنا أشترك مع المسيح في الألم. مش المسيح يتألم لوحده عن خطاياه أبدا، لازم أنا يكون لي شركة في هذا الألم. كيف تمحى الخطية؟ لا بد أن تمحى بالألم، والألم جزء من التوبة، والتوبة تعطي الإنسان استحقاقا لدم المسيح الذي يمحو الخطية. لازم تتألم، لازم. داود النبي قال بللت فراشي بدموعي، في كل ليلة أعوم فراشي، أعوم في كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي. تصوروا لما يكون إنسان سريره بيعوم في بركة من الدموع، في كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي، صارت دموعي لي خبزا أو طعاما نهارا وليلا. بيقول إيه كمان؟ مزجت شرابي بالدموع، صارت دموعي في زق عندك، زق برميل حال مخزونة عند ربنا. وبعدين يقول إيه؟ يقول ساخت من الغضب عيناي، هرمت من سائر أعدائي. يقول له عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، وأنت يا رب فإلى متى؟ عظامه قد اضطربت من كسرة الهزة والتعب بتاع الألم، عظامه اضطربت، عظامي اضطربت. وبعدين هذا الألم استمر مدة طويلة، ليس ألم لحظة ويهرب الإنسان منه، إنما ألم مدة طويلة. لا تظنوا إن البكاء والصرير الأسنان يكون في الأبدية فقط. الإنسان الذي يشعر بخطيته يجرب البكاء وصرير الأسنان على الأرض هنا في هذه الحياة. يبقى تعبان من إزاي أعمل كده، ويقرأت على أسنان صرير الأسنان هنا على الأرض، زي ما أوريجانوس قال أيها البرج العالي كيف سقط، بيوبخ نفسه أيها البرج العالي كيف سقطت.
ازاي انا يا رب، ازاي انا يا رب بس اعمل كده، ازاي اقع في الحكايه دي، كنت فين، عقلي كان فين، قلبي كان فين، ضميري كان فين، انا يا رب اخطيت. يجرب البكاء وصرير الاسنان هنا على الارض، هنا على الارض. احنا عايزين نخطي ونقول ربنا رحوم وربنا حنين وخلصت على كده، ده كلام ايه ده؟ مين قال الكلام ده ينفع ده؟ اخطي والخبط زي ما انا عايز والتز بالخطيه واقول ربنا حنين وربنا طيب وربنا شفوق وربنا اه وربنا 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 ربنا ايضا عادل وربنا قدوس وصالح. صحيح هيغفر الخطيه، لكن لازم انت تتالم من اجل الخطيه، لازم تتالم، لازم الانسان يتالم من اجل الخطيه. المك من اجل الخطيه يعمل توازن مع لذه الخطيه اللي خدتها قبل كده. شوفوا هقول لكم حاجه، معروف الشخص اللي بيسلب شيء يرده. زكى قال ان كنت ظلمت احد في شيء ارده اربعه اضعاف. ان كنت ظلمت حد بشيء ايه؟ ارده اربعه اضعاف. فانت اللذه التي اخذتها من الخطيه ظلما لابد تردها اربع اضعاف، تردها أربعة أضعاف من الألم ومن وخز الضمير ومن التفكير ومن الجحيم الذي تجوزه على الأرض. لكن تخطئ وخلاص وربنا حنين ويلا واغفر ما تجيش، ما تنفعش الحكاية دي أبدا، ما تنفعش. عايز أقول لكم قاعدة تحفظوها، عايز أقول لكم قاعدة تحفظوها، الذي يأخذ المغفرة بسهولة ممكن يقع في الخطية مرة تانية. اللي ينتقل من الخطية إلى حياة الفرح بسرعة ممكن يقع في الخطية مرة تانية، لأنه لم يذق مرارة الخطية، لم يذق مرارة الخطية بسرعة كده، من الخطية للفرح والسلامة مرة واحدة كده، لم يذق مرارة الخطية. لازم الإنسان يذوق مرارة الخطية، يذوق مرارتها وتعبها ويعرف كم هي خاطئة جدا، يحمل عاره، يحمل عاره. الله لكي يجعلنا نتذكر خطيتنا باستمرار، باستمرار ولا ننساها، جعل فينا شيئا يذكرنا باستمرار. الرجل بالتعب وبعرق جبينه ياكل خبزا، والمراه بالوجع تلد اولادا. نقول المسيح غفر الخطيه وقدم الفداء، صحيح، لكن برضو الراجل ما زال بالعرق والتعب، والمرأة ما تزال بتحبل بالوجع. ليه؟ تذكار لكي لا ننسى الخطية، ما ننسهاش بسرعة. الذي يحمل عاره لا ينسى خطيته، يجعلها أمامه في كل حين. الذي يحمل عاره لا ينسى خطيته، يجعلها أمامه في كل حين، يبكت نفسه عليها باستمرار، يبكت نفسه عليها باستمرار، يؤدب نفسه ويعاقب نفسه عليها باستمرار. يأدب ويعاقب، يأدب ويعاقب.
الذين لا يحتملون الأدب ولا العقوبة هم بعيدون عن التوبة. الإنسان الذي يحمل عاره يقبل نوعين من الأدب، نوعين من العقوبة: العقوبة التي يفرضها على نفسه، والعقوبة التي تفرض عليه من الخارج سواء من الله أو من الناس، سواء من الله أو من الناس. وكلما استمرت العقوبة، كلما استمرت العقوبة زمنا أطول، كلما استمرت العقوبة زمنا أطول كلما تنقى القلب بالأكثر، على شرط أن يكون قابل للعقوبة ومقتنع به، قابل للعقوبة ومقتنع به. الذي يعاقب وهو متذنب على العقوبة لا يستفيد منها، الذي يعاقب وهو متذمر على العقوبة لا يستفيد منها، يستفيد منها من يشعر أنه يستحقها، يستفيد منها من يشعر أنه يستحقها ويقول مع اللص: نحن بعدل جوزينا، نحن بعدل جوزينا. حتى العقوبات أو حتى المتاعب التي تأتيه ظلماً يأخذها كأنها باستحقاق عن خطايا قديمة لم يعاقب عليها. يعني جايز الظلم في حاجة وتعب ظلم، يقول معلش بأخذها عن خطاياي القديمة، هذا الأمر بسبب خطاياي. موسى الأسود قال لنفسه: حسنا فعلوا بك يا أسود اللون يا رماد الجلد. أخذها عن خطاياها القديم، أخذها عن خطاياها القديم. القديس إفرام السورياني في مرة ظلم وألقي في السجن، فتذكر خطية عملها زمان، خطية عملها زمان، وقال: هذا بسبب خطاياي، هذا بسبب خطاياي، أنا أستحق أكثر من كده. لا تترك خطيتك بدون عقاب، وافرح إن استمر العقاب مدة أطول، افرح إن استمر العقاب مدة أطول. لما الغسيل يقعد في الغلية مدة أطول بينضف، ولما الذهب بيقعد في النار مدة أطول بيتنقى، ولما الإنسان يعاقب مدة أطول يتوب. الذي يرفض العقوبة لا يريد أن يحمل عاره ولا يريد أن يتنقى، يريد الحياة سهلة، يريد الحياة سهلة. فلنخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره. نلخص اللي قلناه: لكي نحمل عارنا لابد أن نعرف هذا العار وعمقه، لابد أن نعرف هذا العار وعمقه. ثانيا، لابد أن نعترف به في الداخل وفي الخارج. ثالثا، لابد أن نتبكت عليه ونتألم بسبب هذا العار، لابد أن هذا، وأيضا لا ننساه، هذا العار لا ننساه، نضع أمامنا في كل حين. إذا أردنا أن نحمل عارنا علينا أن نبعد عن الفخر والحديث عن النفس،
وتذكار الفضائل الخاصة، وكل ما تعمله النعمة معنا وننسبه لأنفسنا. لازم ننساه. إن افتكرت فضيلك ومواهبك يبقى مش ممكن هتحمل عارك. إذا افتكرت فضيلك ومواهبك لا يمكن هتحمل عارك. فضيلك هتغطي على هذا العار فلا يظهر، ومواهبك هتغطي على العار فلا يظهر. افتكر خطيتك وانسى فضيلك. لنخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره، على الأقل نحمل عارنا نحن. أقول لكم مثل كويس في حمل العار ده، زي سمعان القيرواني ما جه شال الصليب مع المسيح. قل له يا رب اديني شوية أشيل معاك في الصليب ده، اديني شوية يا رب أشيل معاك في الصليب ده. جزء كبير من ثقله راجع إلي أنا، جزء كثير من ثقله راجع إلي أنا. أنا يا رب صليبك، صليبك هو أنا. أنا يا رب صليبك على الأرض من بشاعة خطاياي ناءت قوتك تحت ثقل الصليب. أنا صليبك، أنا صليبك، أنا شوكك الذي كللت به، أنا الصوت والكرباب والقلب اللي احتملته، أنا مساميرك التي سمرت بها، أنا اللي أتعبتك وأريد أن أحمل معك هذا الثقل، أريد أن أصلب معك مثل اللص اليمين. يا ليتني أستطيع أن أصلب معك مثل اللص اليمين. كلمة جميلة قالها بولس الرسول في هذا الموضوع، كلمة جميلة قالها بولس الرسول في هذا الموضوع في الرسالة إلى غلاطية الإصحاح الثاني آية 20 على ما أظن، غلطت 22. قال إيه؟ قال مع المسيح صلبت، مع المسيح صلبت، مع المسيح صلبت، لكي أحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيه. أنا صلبت مع المسيح. يا ريت العبارة دي تكون شعار لينا طول مدة أسبوع الآلام. مع المسيح صلبت، وأيضا نحن بعدل جوزينا. نكتفي بالكلمتين دول ونلتقي إن شاء الله باكر، إن أحبت نعمة الرب وعشت.